Il y a aucun mot en arabe. Aucun mot. Une culture française, de A à Z. فهنا بديت بدأ عندي مشكل اللي نتأقلم مع لغة جديدة عليا ما كنتش اني تعلمتها في البيت ولا تعلمتها في مكان آخر لأنه في البيت أنا كنت نتكلم العربية ربما أفضل من اللي كنت الآن تربيت عليها تربيت على اللغة العربية الفصحى كون الوالدة كانت مشات اللغة العربية بدأ هذا السؤال اللي طرح نفسه بإلحاء عليا كشخص كمواطن جزائري لأجل محلي من العرب فهذا السؤال الموجه لكم وأنتم كأساتذة كنت اتفقوا كل حضور ربما قد اتفق على ان اللغه الجزائريه او لغه الفرد الجزائري هي خليط او لغه غنيه جدا وخليط غني فيه العربيه فيه العربيه الدارجه فيه الفرنسيه فيه الامازيغيه فيه لغات او لهجات محليه اخرى فكل هذه لغات الجزائر 2030 السؤال اللي نطرحه انا كشاب اللي تهمني هذه المرحله جدا لانه هي المرحله اللي نكون فيها انا مطالب اما ان اقدم شيء للجزائر أو أنسحب من الجزائر ولا أقدم لها شيء. فرد جزائري في 2030 السؤال اللي أطرحه أقسم السؤال اللي طرحته نبني إلى ثلاث أجزاء واللي هو الجزء الأول الجزائر في فرد جزائري في 2030 بأي لغة يتكلم؟ ثانيا بأي لغة يتعلم الفرد الجزائري في 2030 وما هي اللغة الأفضل؟ وربما هذه ما عندناش خلاف فيها. ثالثا بأي لغة يعبر الفرد الجزائري او الجزائري كمواطن عالمي على هويته او على وجوده في الساحه العالميه فالجزائري ربما كان راح يهضر مع كندا ولا امريكا واش يقول له اش يقول له بلي انا جو بار فرونسي ولا انا اتكلم عربيه ولا تمازيغ الى اخره ولا هل انه يبقى يشرح للامريكا ولا لكندا بلي انا عندي سبعه ولا سته ليبون فهذا واحد من الاسئله السؤال الثاني هو هنا وحنا نتكلموا على مشكل اللغه انا لاحظته في الجامعه مع انه الخلافات ربما نقصت مقارنه بسنوات ماضت فيما يتعلق بمشكل اللغه او مشكل الهويه لانه طلبه الجزائريين ومع الاسف لم يعودوا بنفس الجديه اللي كانوا عليها طلبه زمان ولا بنفس هذيك الحاميه على الوطن ولا يحوس مع العولمه مع بزاف مع منظومة تربوية اللي صنعت لها الطالب الجزائري طالب لا يتساءل مع الأسف مع احتراماتي كل الطلبة وهذا اللي نحضر يهتم فقط بأمور شكلية وليس أمور يعني تأسيسية أساسية فالسؤال هذا النخب الجزائرية نحضرها وأنا ألاحظها أيضا أنها منقسمة إلى دي فرونكوفون وكاين دي ترابون المشكل أنه في الجزائر احنا كنا نحكيو بلي هاد اللغات كلها موجوده في الجزائر صحيح ولكن لما نطرح هاد اللغات على الشعب ولا على الفرد الجزائري هناك للاسف مازال هناك خطاب بارتيزارابوفون ان ان ديسكور اكستريميست ولا هو خطاب متطرف من ناس يميلون اكثر اللغه العربيه بالموازي ايضا هناك خطاب متطرف اخر في الناس يميلوا فقط للغه الفرنسيه فجوزت المشكله انا اعطاهم وليس طرح اكاديمي طبعا هو مجرد تحليل فلا فرونكوفوني جاوزت ربما في بعض الاحيان الى لا فرونكوفوني في وفي الموازات ايضا عربوفوني الى الموازات انجذبت اكثر للمشرق والذي كان حكى عليها الاخ القبيل فهذا هو السؤال التصالح بين النخب علاش ما يتمش في الجزائر الان ما كان حتى تصالح بين النخب وما كان حتى يعني مبادرات لاقامه هذا التصالح بين النخب فالنخب اكيد هما خطابهم رزين واعي وعاقل ولكن الشعب خطابه عاطفي جدا فتاثير النخب على الشعب تاثير كبير جدا واللغه كما يقدر يكون مشكل يقسم الجزائريين كما يقدر انه يكون هذا التنوع نصف اللغه بجانب اخر يطور الجزائر ويسعى بها الافضل شكرا جزيلا بارك الله فيكم